حنان فين ما كنتو، الفيديو درتو باش نتقاسم واحد المعلومه اللي هي يا للاسف ولات منتشره، واحد الظاهره ديال داك لو جيل هيدرو الكوليك ولا لونتي باكتيريان ولا المحارب الجراثيم، اللي بقدره قادر كان داير 15 درهم 20 درهم الى غلا، ولينا تنشوفوه تيدير دابا 50 درهم حتى 45 درهم الى خاص. يعني المساله اللي هي حشومه وحشومه بزاف. هاد الماده طبيعه الحال ماشي شي ماده يعني اللي سحريه ولا كتصوب في المختبرات مواد اللي هي في غير الكحول وانتم غنوريكم كيفاش يتصوب. انا ماشي عشاب ولا صيدلاني ولا طبيب، لا بالعكس، هذه المعلومه كنشكر عليها دكتور روبا في معهد باستور، وبغيت اللي عطاني هذه المعلومه وبغيت نتقاسمها معكم. طبيعه الحال كنحتاجوا غير الكحول يكون نقي، الكحول نقي. انا ما لقيتوش عند الصيدليه، بعدا انا ما كنعممش، غير الصيدليه اللي حدانا مشيت قال لي ما عندناش هذوك القرعات الكبار، قال لي عندنا وحدين صغيورين ب 30 درهم، قرعه صغيره ب 30 درهم، وراكم عارفينها وقيلا هي اللي منتشره هاد الايام ب 30 درهم، فيها تقريبا واحد 300 مليليتر، هذه فيها 1000 مليليتر، يعني ايترو ديال الكول ب 40 درهم عند مول المايكاب، عند مول الماكياج وطبي، يعني ماشي كحول اللي هو مستقبل، كحول اللي هو انيق نقي. هذا راه بوحدو الا درتيه في قرعه بحال هذيك كدير 4 دراهم ورشيتيه، راه قديتي الغرض غير ما بين صباعك، يعني ترشو بواحد الطريقه اللي هي صحيه عند اي بلاصه مشيتي لها عموميه، الصرف فيه العرق هذا كتقدي به. الناس اللي عندهم الطاكسيات تاهما الله يحسن العوان، تاهما الا داروا شي ليغات. هذا طبيعه الحال في اطار تبادل المعلومات، لان العدو ديالنا ضعيف، خاصنا نتحدوا باش نحميو راسنا منه. الا كنا متحدين وما خافوش، لان ماشي شي عدو اللي ما غاديش نقدو عليه. طبعا حتى الاتحاد ديالنا، انا مادا بيا الاطباء الناس اللي عندهم المام بهذا الشيء يزيدوا يفرقوا مع الناس بعض المعلومات. الناس اللي كتبغي داك جال، هذا قال لي انا جربتها، كدير غير هاد لاغليسيرين هذا كتزيدو مع الكول وكيولي هذاك الجال اللي كيبغي جال، واللي بغى يدير شويه ديال الروح ديال المزهر هذا كنديروه في الشباك، يعني اليمونتير ما غاديش تكون. انا بغيت نتقاسم معكم هاد المعلومه هذه. طبيعه الحال اللي ما لقاش يمشي، كاينين هادو ديال ليترو يعطي لولادو، بطبيعه الحال يخدو هادو يعطيها لولادو. اللي بغى يصوب بلا غليسيرين راه كيتصوب بلا غليسيرين ولا الكول. والله يحفظنا ويحفظ المغرب كامل ويحفظ العالم كامل.